كل عام والوطن والملك والشعب السعودي بألف خير وصحة وسلامة. ونحن شباب مبتعثين في أمريكا، وإن شاء الله نجعل البلد رافعين الرأس ونرفع أسى الوطن بإذن الله. أسلم على الملك سلمان، والله يحفظه ويخليه له، وهنيه بذا اليوم الكريم، والله يحفظه ويدوم علينا حكومتنا ولا يغير علينا، وينصرهم على من عاداهم إن شاء الله. والله إحنا نحس إن إحنا كمن أبناء الوطن، يعني الاحتفالات بتبقى حتى بيبقى يوم أجازة عندنا، إحنا شغالين في القطاع الخاص، الدولة بتعطينا يوم أجازة وامتيازات، واليوم ده يوم جميل جدا، يعني الواحد بيحب يتفرج على الاحتفالات في الشوارع من الصباح. يعني الدولة هنا نظام، والواحد بيعتبر نفسه من أبناء الدولة ديت، لأن شاف البلد دي كل خير واحترام ونظام، وبياخد حقه كأنه مواطن من أبناء البلد، يعني بنحسش بدون أي تفرقة، واليوم ده يعتبر يوم وطني لينا احنا كمان. أنا فخور جدا أني سعودي طبعا، وفخور جدا أني من خريج جامعة المؤسس، وكفاية فخر يعني صراحة. ماذا نقول للوطن؟ مهما قلنا للوطن، لأنه في الوطن حقه، للوطن علينا جمايل كثيرة. نهني القيادة، نهني سلمان الحزم والعزم، نهني ولي العهد، نهني الأسرة الحاكمة التي تدير البلاد باحترافية وحنكة على شريعة الشريعة الإسلامية. الحمد لله، لو تسأل المقيم قبل المواطن يقول لك الحمد لله أننا في وطن سلمان. تفضل الله، ظل الله ثم ظل سلمان. نهنيك يا وطني باليوم الوطني، أيامنا كلها إن شاء الله أعياد. الحمد لله ننعم بالرخاء والأمن والاستقرار والرفاهية، في نعمة من الله الحمد لله. الوطن يعتبر لنا كل شيء بالنسبة لحياتنا، وأي واحد يفتخر بوطنه، وكيف ما نفتخر بوطننا وإحنا في بلاد الحرمين الشريفين، الله يديم عزها. ويكفينا شرفا أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على رأس هذا الهرم لحكومتنا الرشيدة، والله يديم عزها وفخرها. وكلنا سعداء بالعام الجديد وباليوم الوطني 87. نقول في هذا اليوم أن الوطن ليس قصيدة أو لوحة أو احتفاء، الوطن هو إما أن نكون أو لا نكون. أهنئ بابا سلمان بمناسبة اليوم الوطني، كل عام والسعود حكامنا، أنا معكم قلبا وقالبا. أقدم المولاي خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي كافة، وهنيهم باليوم الوطني. هذا الوطن الذي يلتمس عزته وكرامته من أبنائه، وطن أعز من النفوس، فكفنا في كفه وذواتنا في ذاته. من لم يكن أهلا لصدق ولائه لا يستحق العيش في جنوباته. أرفع المقام سيدي الملك سلمان تهنئة بمناسبة اليوم الوطني 87، الشعب السعودي الكريم. أهنى الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهد أهل الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله بمناسبة اليوم الوطني، والله إن شاء الله يحفظ أمننا وأماننا وينصر إن شاء الله جود البواسل ويرحم إن شاء الله شهدائنا. طب صباحا بأمان يا وطن، حبك في كل قلب قد سكن، شامخا لازلت تبقى دائما في بلاد الأرض أصبحت الوجن. نهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهدهم الأمين حفظهم الله ورعاهم بمناسبة اليوم الوطني. نهنئ خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين والشعب السعودي كافة، ونسأل الله الأمن والأمان لهذا البلد، وأن ينصر أخيانا في الحد الجنوبي والأمة الإسلامية كافة. أهنى الملك سلمان على اليوم الوطني والشعب السعودي، والله يديم الأمن والأمان في المملكة السعودية. الله أهني مقام خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني وولي عهد الأمين وجميع الشعب السعودي. أرفع في هذا اليوم الكريم إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى ولي عهده الأمين محمد بن سلمان، أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات بهذا اليوم إلى الشعب السعودي الأبي الكريم. كيف لا، وهذا اليوم قد توحدت فيه البلاد وتكاملت فيه من جميع الجوانب ونبذت فيه الفرقة والاختلاف. هذا اليوم محفور في ذاكرة الشعب السعودي
كافة. وطننا بحاجة لنا ونحن بحاجة إلى وطننا. الوطن كلمة كبيرة على التعبير، لا يستطيعها الإنسان إلا أن يفديها بنفسه وبروحه وبكل ما يملك من وجدان. أحب أهني ملكنا الغالي الملك سلمان بن عبد العزيز على هذا اليوم الجميل وجميع الشعب السعودي، ونحب نشكر الملك وإدارتنا الفاضلة على فرصة الابتعاث هذه الجميلة اللي أتاحت لنا اكتساب خبرات جديدة واختلاط بثقافات مفيدة، وإن شاء الله الله ينفع فينا العباد والبلاد ونرفع رأس المملكة بإذن الله. اليوم الوطني 87 للمملكة العربية السعودية يوم من أيام الله الخالدة، نستذكر فيه نعمة توحيد هذه البلاد على يد الملك المؤسس الملك الصالح الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. ولا تزال بحمد الله جل وعلا هذه الدولة المباركة قائمة على الأصول التي بناها هذا الإمام المجدد الملك الصالح الملك عبد العزيز، قائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في عهد ملك الحزم والعزم الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، نسير على هذه الخطى بإذن الله جل وعلا. يسرني في هذه المناسبة العظيمة وفي هذا اليوم الوطني المجيد أن أرفع لهما وللشعب السعودي الكريم أسمى آيات التهاني بهذا اليوم العظيم. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ أمننا وإيماننا وولاة أمرنا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يسددهم وأن يعينهم وأن يجمع بهم كلمة المسلمين على الكتاب والسنة. وأنا كذا مبتعثة بإذن الله بإذن الله حرف عراس السعودية، لأنهم ما قصروا معانا وعلمونا. أهني ملكنا المعظم ولي عهده والشعب السعودي ولا كافة الأسرة المالكة. نقول للوطن أسأل الله أن يديم علينا الأمن والأمان في هذه البلاد التي ينعم في خيرها المواطن والمقيم وجميع أنحاء الدول من أصدقاء ومن مسلمين، وسأل الله أن يديم علينا الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وفي رعاية ولي عهده الأمين محمد بن سلمان، ونسأل الله أن يديم على بلادنا الأمن والأمان والرخاء ويديم عليها ازدهارها وأمنها وأمانها، ونسأل الله أن يحفظ جميع بلاد المسلمين. احنا نقول للوطن في اليوم الوطني أول شيء نحب نهنئ أنفسنا ونهنئ قيادتنا الحكيمة باليوم الوطني، ونتمنى إن شاء الله مزيد من التقدم والازدهار لوطننا، ونسأل الله أن يتم علينا نعمة الأمن والأمان. حاب أقول إنه اليوم هذا تأسست فيه المملكة وتوحدت، وكل يوم المملكة قاعد تواكب التطور بفترة قصيرة بغض النظر عن الأحداث اللي حاصلة حواليها والتلاحم واللي حاصل بين المواطنين. هذا شيء هذا أكيد فخور فيه أولا، ثانيا بالمشاريع القائمة حاليا يعني أشياء ما تنوصف صراحة. وجه التهنية لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وجميع أبناء هذا الوطن الغالي بهذه المناسبة التي ننتظرها كل عام، وهي من ما يؤكد على لحمة الوطن وحب المواطن لهذه الدولة رعاها الله، التي هي في جميع أنحاء العالم قبلة المسلمين والجميع ينظر إليها نظرة مختلفة عن بقية الدول في العالم. أحب هني بلدي المملكة العربية السعودية باحتفالا باليوم الوطني، وإن شاء الله في مزيد من التقدم والازدهار، والله يديم علينا الأمن والأمان بإذن الله. هني خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والشعب السعودي كافة، واليوم الوطني يعتبر عز وفخر لنا نحن كسعوديين. بالفخر والاعتزاز يسعدني أن أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول اليوم الوطني، أعاد الله علينا وعلى الشعب السعودي بالخير واليمن والبركات. اليوم الوطني هذا طبعا نقدم فيه الشكر والولاء
لمولانا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان أطال الله بعمره، وأدام الله إن شاء الله علينا الأمن والأمان لهذا البلد العريق إن شاء الله. حقيقة نفخر ونسعد أن نكون نحن أن ننتمي إلى هذا الوطن المبارك الذي أنعم الله عليه بكل خير وبركة وسعادة. فهذا الوطن كلمة عظيمة وكلمة جليلة مأخوذة من المواطنة والألفة والمحبة، فمن ليس له وطن فلا أمن ولا استقرار ولا حياة له أبدا. وهذا الموطن الذي نحن نعيش فيه أنعم الله عليه بأفضل نعمة على وجه الأرض، وهو تحكيم كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والنعمة الثانية أن حباه الله ولاة أمر يسهرون ويقومون على مصالح العباد والبلاد ليلا ونهارا. فنحن نعيش في موطنين، موطن صغير وموطن كبير. الموطن الكبير هي موطن هذه الدولة المباركة، والموطن الصغير هو موطن أسرنا الصغيرة المباركة. فمن لا يحافظ على موطنه الكبير لا يستطيع أن يحافظ على موطنه الصغير، وإن الإضرار بالموطن الكبير سيؤدي إلى الإضرار بالموطن الصغير. فنسأل الله جل جلاله أن يحفظ لنا موطننا الكبير لنعيش في مواطننا الصغيرة بأمن وأمان. في هذه المناسبة أهنئ المملكة العربية السعودية وأهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وكل عام وطني بألف خير. كما في هذه المناسبة نحن كطلاب مبتعثين في باريس ندرس في أرقى الجامعات الأوروبية، أود أن أشكر بلدي التي أتاحت لنا هذه الفرصة بأن نلتحق بهذه الجامعات وننهل منها، وكل عام وطني بألف خير. أهني الشعب السعودي بحلول اليوم الوطني، وأهني الحكومة الرشيدة، وعسى الله يقوي خادم الحرمين الشريفين على خدمة هذا البلد. تقدم بالتهنئة لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله، وإلى مقام ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، وإلى الشعب السعودي الكريم. يوم هذا يوم تاريخي للمواطن السعودي أكيد، يعني يوم فيه توحدت المملكة العربية السعودية يعني على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. واليوم هذا يعني نفتخر فيه جميعا نحن السعوديين أن تحت راية لا إله إلا الله وحكامنا على السعود، الله يحفظهم ويطول في عمارهم إن شاء الله. فهذا اليوم يعني الحمد لله يعني نغرس في أولادنا إن شاء الله حب هذا اليوم إن شاء الله وحب الوطن، لأن إذا إحنا أحببنا أولادنا الأجيال الصاعدة حتطلع لنا أجيال ما شاء الله تحب الوطن وتفدي الوطن يعني بأرواحها، وهذا الواجب علينا. لابد إحنا نفدي الوطن هذا اللي إحنا تنفسنا هواه ووطينا على أرضه، ويعني أخذنا يعني من كل عطاءاته لابد لنا الجزاء، ولا يعني لابد إحنا نعطيه هذا الوطن. أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله بمناسبة اليوم الوطني 87. سألنا الله تعالى أن يحفظ المملكة وشعبها الكريم. أهنئ اليوم الوطني بأعوام مديدة، وإن شاء الله ربي يوفقنا ويوفق حكومتنا الرشيدة ويطول في عمر الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي عهده، ويديم علينا الأمن والاستقرار والأمان. نحمد الله على الأمن والأمان، وكل عام الوطن بخير، والله يحفظ دولتنا من كل شر، وكل عام والشعب السعودي كله بخير الحمد لله. كل سنة وانتم طيبين إن شاء الله والسعودية أحسن. أهني الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين الله يحفظه، أهني الشعب السعودي، الله يديم علينا إن شاء الله الأمن والأمان في بلادنا. شكرا على مجهودات الدولة، مجهودات وطننا معانا. واليوم الوطني هو يوم فرح وتجديد عهد وميثاق مع الشعب والحكومة الرشيدة، والله يعز الدولة يعز ولي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد محمد بن سلمان، والله يحفظهم. أبارك طبعا للحكومة والشعب السعودي باليوم الوطني، والله يجعله إن شاء الله من نجاح لنجاح بإذن واحد أحد. إنه ليوم عظيم وحنا نحتفل به ذكرى اليوم الوطني لهذا البلد الخير المعطاء الذي لا يبخل علينا، ثم إننا لنشكر الله سبحانه وتعالى أن حقق لنا في هذا الوطن الأمن والأمان ونعمة الخير. وما في شك أن هذا اليوم هو يوم عظيم على قلوبنا، نحتفل فيه ونتذكر أمجاد من بنوا وشادوا وهيئوا لإلو الأجيال القادمة. شكرا لهم،
وإلى الأمام يا وطني، دام عزك يا وطن. أقدم تهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هذا اليوم الوطني، وأتمنى إن شاء الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار ومن تقدم لتقدم إن شاء الله البلاد. طبعا الفرحة هذه فرحة يعني لا توصف كمنح مواطنين سعوديين، يعني شيء هذا يعني عظيم جدا لنا كسعوديين، كنا نشوف شعب أسرة قيادة وشعب تلاحم ومترابط مع بعض، يعني ندعم نفسنا أن يعني نفرح في اليوم هذا، وأيضا ننقل الشعور هذا للأطفال وأيضا المقيمين في هذا البلد عن مدى ترابط وتلاحم الشعب السعودي. كلنا سعداء في هذا الوطن لله الحمد، وأتمنى إن شاء الله جميع يعني الأوطان العربية بعد تكون بخير، وطننا لله الحمد بشعبه وبمليكه وبدولته أسرة واحدة لله الحمد. أهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز والشعب السعودي كاملا شعبا وحكومة على هذا اليوم الوطني السعيد، ونحن من هنا كطلبة سعوديين في الأردن نوصل رسالة محبة وسلام إلى مملكتنا العزيزة، ونطلب من الله أن يمد في أعمار ملكنا وولي عهده، وأن يديم الأمن والسلام والمحبة للمملكة العربية السعودية والشعب السعودي كافة. أهنئ حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، حيث يرفع كل مواطن رأسه شموخا وفخرا واعتزازا بهذا الوطن المعطاء. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان. اللهم أدم هذا الأمن والأمان على هذه الدولة، واحفظ حكومتها وشعبها، وأهنئهم جميعا بمناسبة حلول اليوم الوطني، والله ينصر جنودنا البواسل على الحد الجنوبي. نهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان على اليوم الوطني، الله يجعل إن شاء الله ديارنا بأمن وأمان طول العمر بإذن الله، والله يعيد علينا وعليكم بالصحة والعافية. نبارك للملك سلمان والولي العهد محمد بن سلمان على اليوم الوطني، ونجدد المبايعة لهم، ونقول لهم حنا بواسلكم إن شاء الله، والبلد هذه إن شاء الله طول ما فيها رجال فهي البلد في خير إن شاء الله. اليوم الوطني مناسبة عزيزة تتكرر كل عام، نتابع من خلالها مسيرة النهضة العملاقة لوطننا الغالي. ثم بهذه المناسبة أتقدم بالتهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان، ولشعبنا العريق هذه الذكرى الطيبة. نهني أنفسنا ونهني الشعب ونهني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، والله يديم الأمن والأمان إن شاء الله في السعودية وبلد الحرمين، وكل عام والوطن بخير إن شاء الله. تقدم لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ونؤكد لحمة الشعب الوطنية في المملكة العربية السعودية، وأننا نتقدم لقيادتنا الحكيمة بالتبريكات لهذا اليوم الوطني، ونؤكد على لحمة الشعب مع الحكومة. نهنى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ونهنى الشعب السعودي باليوم الوطني المبارك. أدام الله عز هذا البلاد وحفظ الله ولاة أمورنا. نهنى الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني، وحاب أشكرهم على الجهود المبذولة في سبيل التعليم وتطور التعليم وإرسال المبتعثين للخارج لتعلم لغات أخرى وثقافات أخرى، مما سيساعد في النهضة الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، ويشكرون على ذلك المجهود. هذا صراحة فخر لي وفخر لكل سعودي أو سعودية باللي قاعد يصير تلاحمنا، وأحب أهنيهم على أمان هذا الشعب، والله يديمه والله يحفظ لنا ولاة الأمر. والله هني في فرحتنا فيه وفي عز وطننا، احنا عز وطن الحمد لله، نفتخر في وطننا وعزه وفي ملكنا وولي عهدنا، نفتخر فيهم فخرا كبير، فنحمي الله يحميهم وطننا حرمين الشريفين يحميه الله سبحانه وتعالى. من الطبيعي جدا اني كمواطن سعودي اهنى بالعيش على ارض هذا الوطن المعطاء، اني اعبر عن فرحتي واعبر عن سروري
في أن أكون أحد أبناء هذا الوطن في هذا اليوم الدراسي الحافل محتفلا باليوم الوطني مع أبناء الطلاب، مذكرا القيادة الرشيدة بأن الولاء والانتماء للوطن هو أصل من أصولنا وثابت من ثوابتنا. والله أعتقد أنه ما في كلام يعني ممكن الواحد يقوله ويوفي هالوطن حقه، ولكن أعتقد أنه هذه الأيام هي أيام العمل والجهد والإخلاص والوفاء لهذا الوطن. هذا شيء فخر أني أهني الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان والأسرة الحاكمة والشعب السعودي. نهني خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة العزيزة على قلب الشعب العام. نهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله ورعاه، ونهنئ نائب الملك ولي العهد محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه وأخذ بيده على ما يفعله في الوطن من روح شبابية وإنجاز غير مسبوق لهذا الوطن، ونهنئ الشعب السعودي عامة. ونحن كطلبة دارسين في الجامعات الأردنية نشعر بالفخر ونشعر بالحماس أن حكومتنا حكومة شابة أرواح شبابية جديدة، وذلك يؤهلنا ويزيد من حماسنا للعودة للوطن وإفادة هذا الوطن بهذه الروح الشبابية، خصوصا في الوقت الحالي السعودية قيادات شبابية، قيادات جديدة، روح جديدة. كطلبة نحن نفتخر بهذا الشيء ونطمح أن يكون لنا مكان نفيد به وطننا فيما بعد، وذلك ينمي روح الشباب لدينا ويعزز معلوماتنا وثقافتنا هنا لكي نذهب بها إلى السعودية. نهني حكومتنا الرشيدة وأبناء هذا الوطن في ذكرى اليوم الوطني، ونسأل الله أن يديم علينا نعمته الأمن والأمان. بداية هني مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد وكافة الشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الغالية. تمر بنا السنين الحمد لله ونحن كطلاب مبتعثين ننعم بكل الراحة والاستقرار ونتابع تأهيلنا في أهم الجامعات العالمية هنا في فرنسا، والحمد لله شكرا وطننا الغالي بهالمناسبة. نهني الملك وولي العهد ونهني الشعب الكريم، والله يطول في عمر قادتنا إن شاء الله. أهني سيدي الملك سلمان ملك الحزم خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطني، وأهني سيد ولي العهد محمد بن سلمان وبمناسبة اليوم الوطني، وجنودنا البواسل على الحدود، صقور المملكة العربية السعودية، حامين الحمى، وأهني الشعب السعودي بمزيد من التقدم والاطلاع والازدهار والأمن والأمان. هذه المناسبة تعد مناسبة مميزة محفورة في الذاكرة والوجدان. هذا اليوم الذي تحقق فيه التكامل والوحدة وزيلت الفرقة والتفكك، هذا اليوم الذي يشهد له التاريخ مدى التطور والازدهار. بهذه المناسبة أنا أهني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز والشعب الكريم الأبي، وأقول لهم كل عام وأنتم بخير. نحمد الله على هذه الجهود المباركة، ونهنئ القيادة الكريمة والشعب العزيز على هذا اليوم، اليوم الوطني، ونفخر فيه أمام الشعوب وأمام الدول بما أنجزناه ورح ننجزه إن شاء الله في الأيام القادمة بهذا اليوم السعيد. أهني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بهذه المناسبة، وأهني ولي عهده محمد بن سلمان بهذه المناسبة والشعب السعودي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه البلاد بالأمن والأمان، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. أتقدم بتهنئات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والشعب السعودي عموما باليوم الوطني. أهني الوطن باليوم الوطني بالخير والبركة، وأهنئهم بالقيادة الرشيدة اللي ربي أكرمنا بها. أهني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمناسبة اليوم الوطني، وأهني سمو الأمير محمد بن سلمان، وكل عام وطننا بخير إن شاء الله. أهني الحكومة السعودية على رأسها الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجميع الشعب السعودي باليوم الوطني، وإحنا هنا كمبتعثين نحب نقدم الشكر على جميع الخدمات اللي بنحصل عليها هنا، وإن شاء الله نرجع للبلد ونفيد
البلد في جميع المجالات بإذن الله. أقدمها لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وجميع الشعب السعودي بحلول يوم وطني. أول شيء أبارك للملك سلمان الله يطول بعمره والقيادة، ولي عهد محمد بن سلمان وأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، وبارك للشعب السعودي كافة والأمة العربية والإسلامية. مبارك للشعب السعودي ولخادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين على نعمة الأمن والأمان اللي موفرينها لنا. أرى اليوم الوطني فخر واعتزاز بالوطن، وهو انتماء قبل كل هذا. كل مواطن سعودي دائما في أي مجال ممكن أن ينفرد بعمل معين، بميزة معينة، باختصاص معين، ولكن في النهاية هذا كله يعود على الوطن وعلى إثراءه بعلم، منهجية، بأي يعني بأي عمل يقوم به. هذا الحقيقة يوم فرصة لجميع السعوديين أنهم يفتخرون بوطنهم، يعتزون به، يظهرون بصورة يعني مشرقة جدا، لكي يكون يعني مرآة تنعكس على وطنهم. أهنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على هذا اليوم الوطني الجميل المشرف المحبوب لجميع المواطنين وكلنا من عامة الشعب، ننتظر اللحظة هذه الجميلة لكل واحد يعبر عن ما به من حب للوطن. أحب أهنئ الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، وأحب أهنئ ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني، وأحب أهنئ القيادة الرشيدة والشعب السعودي. نشكر الله أولا وأخيرا ونسأل الله أن يديم علينا الأمن والإيمان ويوفق حكامنا ويسددهم ويعينهم ويرزقنا الرضا عنهم، يرزقهم الرضا عن شعبهم. ما شايفك. أهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وأهنئ ولي عهده الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الكريم بهذا اليوم المبارك، وأسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء يا رب علينا وعلى بلاد المسلمين أجمعين. أهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بهذا اليوم الوطني وبهذا التلاحم لحب الوطن. نحن شعب نحمي بلدنا بأنفسنا، لا نحتاج أحد، فالحمد لله على هذه النعمة التي احنا فيها. أحب أن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني، وأحب أن جميع الشعب السعودي بهذه المناسبة. نجدد الولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين، ونتمنى أنه يعود كل سنة بخير وعافية. وهنئ الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على اليوم الوطني، وأشكرهم على جهودهم في نهضة هذه الدولة. أحب أني أهنئ سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين سيدي الأمير محمد بن سلمان. ثاني أمر حبيت أني أقول أني أشكر دولتنا قيادتنا على الأمن والأمان اللي موجود عندنا في المملكة العربية السعودية. هذه المناسبة المباركة أرفع أسماء آيات التهاني والبركات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي، أدام الله علينا بالأمن والاستقرار. والله أحب نقول للملك سلمان كل عام وأنتم بخير، ونقول لولي العهد الأمير محمد بن سلمان أدام الله عليكم عز الوطن، ونقول لكل الشعب السعودي كل عام وانتم بخير. بمناسبة اليوم الوطني أهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الكريم بمناسبة اليوم الوطني، وأهنئ أهلي ونفسي والشعب السعودي كله، ويا رب يدوم علينا بالخير والسلام والأمان وعبال كل الشعوب يا رب. اللهم لك الحمد على هذا الوطن المعطاء والذي نعيش تحت كنفه، ونقول للكائدين وللذين يتربصون بهذا الوطن رد الله كيدكم في نحوركم، ونحن لحمة واحدة مع هذا الوطن المعطاء. هني خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني وولي العهد
والشعب السعودي كافة، والله يديم علينا الأمن والأمان بالصحة والعافية. إحنا دولة إن شاء الله من أعز الدول، وهذه حكومتنا طيبة الله يجزاهم خير. الأساس من الأساس، الأساس حقها من الأساس الملك عبد العزيز أسسها على طيب وعلى دين وعلى يدين، شايف كيف؟ نحمد الله ونشكره طال عمرك، وهذا والله مما يشرفنا ويشرف العرب كلهم والمسلمين، ونحمد الله ونشكره ما ناقصنا شيء. يا أيها الوطن الموسوم في خلدي، بك الأنامل والآمال ترتسم، يا واحة المجد يا روحا مطهرة، لك التحية والإجلال والشمم، يا دوحة الحب في عقلي وعاطفتي، أنت الرياض المغاني رجعه النغم. هني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني، وهني الشعب السعودي كافة. قدم تهنئتي للخادم الحرمين الشريفين وللشعب السعودي كافة، والحمد لله على نعمة الأمن والأمان، وكلنا يد واحدة إن شاء الله في توفير الأمان للوطن. ودعوتي لأخواننا في الحد الجنوبي الذين يسهرون على توفير الأمن والأمان للشعب السعودي، وكلنا فداء للوطن. أقول عاد تعيادك يا وطني إن شاء الله، وكل عام إن شاء الله وأنت بخير، ويا رب تكيد حسادك وللأفضل يا رب إن شاء الله. أهني خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي بهذا اليوم الوطني وعقبال ألف عام، وأحمد الله رب العالمين على هذا الأمن المستتب في هذه الدولة، وأسأل الله أن يديمه علينا، وأهني جنودنا البواسل، وأسأل الله لهم الثبات والتوفيق، وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنت العطاء والوفاء، ونحن تحت ولائك ورايتك الخضراء يا وطني. يوم الوطني هو يوم يفتخر فيه كل مواطن ويرفع راسه فخرا وشامخا لكل ما تقدم فيه الدولة والوطن المعطاء، وذلك صراحة بدعم وبرعاية وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. الدولة في تطور كبير، ومن تكنولوجيا، من المواصلات، في التعليم، وأنا خصوصا من كعضو هيئة تدريس في الجامعة، ما نرى من مراكز الأبحاث ومن تطور في التعليم صراحة يفتخر به كل مواطن، وهذا التقدم صراحة ليس بمستغرب لما ما نجده من دعم من 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 الحكومة ووالدنا الملك سلمان. نبارك ونهني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وحكومتنا الرشيدة وكافة الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني. أدام الله على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان، ونحن نعيش في هذا اليوم العظيم وهذه المناسبة الكبيرة التي إن شاء الله تكون امتداداً لتاريخ الوطن الكبير. أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات باليوم الوطني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد. اليوم الوطني يوم مميز يشهد له التاريخ بالتطور والازدهار والترابط على الوحدة الوطنية، وندعو الله العلي القدير أن يحفظ لنا ولاة أمرنا وأن يمتعهم بالصحة والعافية. أهني خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والشعب السعودي، وكل عام وأنتم بخير. بمناسبة اليوم الوطني أحب أن أهني مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين المناسبة السعيدة، وكذلك هن أبطالنا بالحد الجنوبي والشعب الكريم بمناسبة اليوم العزيز والغالي على قلوبنا. أهني الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي، وأسأل الله أن يحفظ ملكنا ومملكتنا العزيزة، وأقول لهم كل عام وأنتم بخير. تهنئة خاصة للخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ولي عهده محمد بن سلمان الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي كذلك، وكل عام هم طيبين. أسأل الله أن يعيد علينا هذه المناسبة ونحن بكل خير وأمان، وأن يديم علينا عز هذا الوطن، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان. أولا نهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني، وحيث كذلك لا ننسى جنودنا البواسل بالحد الجنوبي
ونقول لهم كل عام وانتم بخير والله يعطيكم الصحة والعافية. نهني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد والحكومة السعودية وعلى باليوم الوطني. ونحن هنا في الولايات المتحدة نكون إن شاء الله فعل خير على الحكومة السعودية ونرفع رؤوسهم إن شاء الله. بمناسبة هذا اليوم أقدم أحلى التهاني لبابا سلمان ودام عزك يا وطن. هني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وهني ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهني الشعب السعودي، وهني رجال الحد الجنوبي في الحد الجنوبي. دام عزك يا وطن، وإن شاء الله كل سنة ووطننا بخير وقيادتنا بخير. اليوم الوطني في حقيقة الأمر يمثل الشيء كثير، يمثل لي طال عمرك توحيد الجزيرة العربية، الملك عبد العزيز رحمة الله عليه وأسكن فسيح جنانه وحد المملكة العربية بجميع قبائلها. كانت المملكة مشتتة، في عصر من العصور أتى الملك عبد العزيز طيب الله ثراه وعان الله أبنائه من بعده وجمعهم على الوحدة كما جمعوا جميع القبائل على وحدتهم. اليوم الوطني نستذكر أشياء تهم كل مواطن يفخر بالمواطنة ويفخر بحاجة اسمها المملكة العربية السعودية، وهذا مما يسعدنا طال عمرك في كل سنة من سنة بالإنجازات اللي حققتها المملكة اتجاه طال عمرك مواطنيها، اتجاه مؤسسات الدولة بجميعها في جميع المجالات، في جميع الإنجازات اللي تم تحقيقها والنجاحات حتى على مستوى العوائل وليس على مستوى دولة أو وطن. أحب أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده بهذا اليوم الوطن وكافة الشعب السعودي. الوطن هو الأم بكلمة عامة، وأحب أن أبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأبناء هذا الوطن عامة باليوم الوطني. والله نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، فكثير من الشعوب تفقد نعمة الأمن والأمان. أهني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الأمين، وهني الشعب السعودي كافة وكل عام وانتم بخير. أحب أهني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني. كذلك أحب أهني أبطالنا في الحد الجنوبي وكذلك الشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة. نهني الشعب السعودي كافة ونهني خادم الحرمين وولي عهده، ونتمنى لهم دائما وأبدا الأمن والاستقرار وكل عام وهم بخير. أهني الوطن ونشكر الله سبحانه وتعالى على الأمن اللي احنا فيه، والله يديم حكامنا سيدي خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، ويديم علينا الأمن والاستقرار، والحمد لله احنا محسودين في هذا الشيء الحمد لله. نهني خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وسمو أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، كما نهني جنودنا البواسل في الحد الجنوبي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. أدام الله علينا نعمة الأمن والأمان. قدم أسماء آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وإلى سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وإلى الشعب السعودي كافة، وأسأل الله العلي العظيم أن يحفظ بلاد الحرمين وأن يصبغ عليها الأمن والأمان. هني أنفسنا بهاليوم الوطني بعدين ملكنا وشعب السعودي، ونقول الله يقوي الملك سلمان إن شاء الله على أعدائه ويجعل بلدنا إن شاء الله بلد آمن مطمئن. الحمد لله نعيش في أمن وأمان، والحمد لله عايشين في رغد وعيش، بس يعني يا ربي لك الحمد لك إن شاء الله لا يغير علينا يا ربي، يدوم علينا إن شاء الله على حكومتنا إن شاء الله الأمن والأمان والعز إن شاء الله، والله إن شاء الله يقوي على أعداء الدين يا رب وينصره يا كريم. كل عام الوطن بألف خير. والله الوطن غالي علينا جميعا، وأتمنى العز والزهر لوطننا الغالي. أتمنى لوطني دوام الاستقرار والأمن والأمان والنجاح والازدهار وصولا إلى رؤية 2030 المستمدة من القيادة الحكيمة. كل عام السعودية بخير. اليوم الوطني يستذكر فيه الشعب السعودي تأسيس المملكة العربية السعودية، وفيه تجسيد لتلاحم القيادة مع الشعب، ونستذكر فيه نعمة الأمن والأمان، ونسأل الله أن يديمها
ويديم ولاة أمورنا ويحفظهم ويطول بأعمارهم إن شاء الله، وتنمية وازدهار إن شاء الله مستمر للمملكة العربية السعودية. هني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وكافة الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني. الوطن يجسد الروح، يجسد الأنفاس التي يتنفسها كل صباح. أولا نهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير والشعب السعودي طال عمرك في اليوم الوطني 87. نقول كل عام ووطني بخير بحول الله. هني خادم الحرمين وولي العهد باليوم الوطني، والمملكة هي مملكة الإنسانية، ووجدنا منها كل معاملة طيبة والحمد لله، وحتى احنا صرنا يعني نحتفل معكم باليوم الوطني، وهذا من دعاء سرورنا يعني والله. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أهني خادم الحرمين الشريفين، وأحب أهني الشعب السعودي الكريم وجميع الأمة الإسلامية والعربية في هذا اليوم الفضيل اللي توحدت فيه المملكة العربية السعودية. أهني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بمناسبة حلول اليوم الوطني، يوم المحبة، يوم الولاء، وعسى ينعاد علينا بالأمن والأمان. نتقدم التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 87، والمقام سمو السيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان، ونسأل الله عز وجل أن يمدنا علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يديم علينا الاستقرار والعز. والله شعورنا يعني شعور لا يوصف صراحة. بالنسبة اليوم الوطني يوم مشهود ومعروف يعني، والحمد لله، وكلنا نفتخر فيه ونحتفل فيه، وندعو لولاة الأمر أن يحفظهم الله ويثبتهم ويصلح جميع المسلمين إن شاء الله. أتقدم بأخالص التهاني وأحر تبريكات بمناسبة اليوم الوطني. نتمنى من الله العلي القدير أن يديم علينا الأمن والأمان، وأن لا يحرمنا من وجود القيادة الرشيدة الممثلة بخادم الحرمين الملك سلمان وولي عهد محمد بن سلمان، وأسأل الله العلي العظيم أن يديم علينا هذا الأمن والأمان. أحب أهني الشعب السعودي كافة بهذا اليوم العظيم، وأسأل الله أن يديم الأمن والأمان على هذا البلد. نبارك بمناسبة هذا اليوم الخادم الحرمين، الله يطول بعمره إن شاء الله وولي عهده، والله يدم علينا الأمن والأمان. أهني خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين بهذه المناسبة، عادوا علينا عمرهم سعيد إن شاء الله. اللهم لك الحمد والشكر، يعني هذا مما عرفنا من أجدادنا وأبائنا، يعني من عهد الملك عبد العزيز، يعني المملكة العربية السعودية دائما في أمن واستقرار، وفي ظل حكومتنا الرشيدة، يعني في ظل جميع الملوك السابقين، الملك عبد العزيز والملك سعود، الملك فيصل، الملك خالد، الملك فهد رحمه الله، والملك عبد الله رحمه الله، ووالدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. ومهما أعبر حقيقة، شوف هذه الناس كيف قاعدين، كيف جالسين مبسوطين في أمن وأمان واستقرار، ونحن حقيقة مع والدنا في السراء والضراء. كل عام والملك بخير، كل عام والوطن بخير، والله يديم على نعمة الأمن والأمان ويقدرنا أنه نساعد في بناء والتطوير. نحن كسعوديين بالطبع سعيدين جدا بهاليوم، ونتمنى بإذن الله سنوات قادمة سعيدة على المملكة، حكومة وشعب وأرض. أبارك الخادم الحرمين الشريفين بمناسبة هذا اليوم الوطني وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. أهنى الشعب السعودي، وأهنى القيادة الحكيمة، وأهنى الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأهنى كافة الشعب السعودي بهذا اليوم الجميل في الذكرى 87 للوطن. أهنى الشعب والقيادة وجيشنا المرابط على الحدود باليوم الوطني، وكل عام وهم بألف صحة وسلامة. أحب أولا أهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطني. أهني قيادتنا الرشيدة، خادم الحرمين الشريفين، ولي عهد الأمين، وحكومتنا الرشيدة على ما تبذله، وكلنا سعيدين بهذا اليوم، ولا شك أن العالم الإسلامي كله سعيد بهذا اليوم، لأن هذا يوم المملكة العربية السعودية، يوم لكل مسلم ولكل عربي شريف، والحمد لله على كل حال. ونشكر جنودنا الواس اللي قدم لهم تهنئة بهذا المناسبة على ما يقدمونه من جهد وتضحيات وأعمال جليلة كل يشاهدها وكل يشوفها، وهي موجودة على أرض الواقع، والحمد لله على كل حال. أهني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على اليوم الوطني، وهن الشعب السعودي الكريم على هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا. أحب أهني الملك والحكومة ويعني اللي هم أتحونا هالفرصة وخلونا نواصل مشوارنا في التعليم دون توقف. يعني الصراحة كان هذا حلم كل واحد، أن الواحد يعني يكمل دراسته، وما بالك أن الواحد يبتعث للخارج وعلى حساب الحكومة وكل شيء موفر مسهل لهم. يعني ما في كلمة صراحة اللي توفيهم بحقهم بهالشيء، وإحنا نشوف الحكومات أو الشعوب الأخرى دون تطرق يعني الاسم معين، نشوف شلون يعانون هم في التعليم الداخلي عندهم، ما بالك انهم يعني حلم من احلامهم انه يدرسون بالخارج. احب ابارك الخادم الحرمين الشريفين ولي عهده والشعب السعودي كافه، ما ننسى ايضا جنودنا في الحد الجنوبي، والله يديم علينا الامن والامان. الله يعز الوطن والمليك وولي عهده والشعب السعودي. كل عام وانتم بخير، والوطن وللمليك ولي العهد، والله يعيد علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية ويطرح لنا الخير والبركة في هذا البلد اللي ما قصر معانا وما قصر في كل شيء قدموا لنا، وخاصة لنا كموظفين الصحة من خدمات والتطوير وكل شيء لاحظناه احنا موجود الآن هنا، الحمد لله والله يتمم الخير إن شاء الله. أهني خادم الحرمين ولي عهده محمد بن سلمان على اليوم الوطني، وهني جميع الشعب السعودي. نهنئ شعبنا السعودي بشكل عام باليوم الوطني 87، ونهنئ قيادتنا الحاكمة بملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان والشعب السعودي عام. أهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بمناسبة اليوم الوطني، والله يديم الأمن والأمان على الشعب السعودي. لا يسعني إلا أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريك لمقام والدي وسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز ونائبه الأمير محمد بن سلمان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على وطننا وقيادته في كل عام، ونحن نرفل في الصحة والعافية والأمن والأمان والسلامة والإسلام، ويبقى وطننا شامخا وطن العز تحت قيادة ملك الحزم والعزم، حفظه الله ورعاه ورعى نائبه إنه على كل شيء قدير. اليوم الوطني يوم عزيز على قلوبنا، ونحمد الله أن كل عام ينعاد علينا هذا اليوم حنا بأمن وأمان، وبهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا نرفع التهنية لقائد هذه الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، وإلى الشعب السعودي الكريم وإلى جنودنا البواسف الحد الجنوبي، وأسأل الله أن ينعاد علينا كل عام ونحن بأمن وأمان وبصحة وسلامة. نهني القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين، ونهني الشعب السعودي على هذا اليوم الوطني، ونهني القيادة الحكيمة، والله ينصر جنودنا البواسل على الحدود، وإن شاء الله يدوم علينا الأفراح والأمن والأمان. أهني الشعب السعودي بكامله، وطبعا أكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي عهده الأمير محمد بن سلمان وجميع الشعب السعودي والمبتعثين، طبعا أكيد أخوانا كلهم مغتربين هنا، طبعا نشكر الدولة على جهودها في ابتعاثنا كلنا هنا، ما شاء الله تبارك الله عدد السعوديين ما شاء الله يعني فوق 100,000 أعتقد، فألف شكر لحكومتنا وما قصر والله. أبارك الملك سلمان وأبارك محمد بن سلمان، وأنا أفتخر من السعودية. نهني الملك سلمان بن عبد العزيز، ونهني ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي. كل سنة وإحنا طيبين إن شاء الله، والوطن كله والملك إن شاء الله والعائلة الكريمة كلها بخير الحمد لله. الله يديم علينا الأمن والأمان، إن شاء الله نكون من حسن لأحسن، ما نحن بنتطور ما شاء الله كل سنة بنكون أحسن من السنة اللي قبلها، وأكيد إن شاء الله هذه حتكون سنة أفضل من السنوات اللي قبل، وكل سنة حتكون أفضل بإذن الله، وده كل اللي نتمنى إن شاء الله. ونحن قد ما نقدر أبناء الوطن بنحاول نطور بلدنا قد ما نقدر عشان نكون وجهة لكل من جميع أنحاء العالم، من ناحية علمية ومن ناحية سياحية بإذن الله. نرفع هاني التبريكات لمولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده محمد بن سلمان ولكافة الشعب السعودي. نقول كل عام والوطن بخير، وقدم التحية لسمو سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وكافة الشعب السعودي، ونقول دام عزك يا وطن. أهني نفسي وإخواني شعب المملكة العربية السعودية والملك سلمان ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني
والله يديمها إن شاء الله عام وأعوام ويحفظ جنودنا مرابطين إن شاء الله. يسرني أن أهنئ سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي الكريم. اليوم الوطني هو يوم شرف يمثل عظيم للشعب السعودي عامة ولمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد. الحقيقة نهنيهم تهنئة كبيرة 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 جدا بهذا اليوم الوطني الذي نحتفل فيه كلنا يا الشعب السعودي. أهني الوطن بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وأسأل الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق لهذا الوطن المعطاء. نهنئ الشعب السعودي والمملكة العربية السعودية على اليوم الوطني، ونحبين نهنئ الملك سلمان وولي العهد باليوم الوطني، وحابين نشكرهم ايضا على الجهود اللي يقدمونها لنا وكل الخدمات اللي يقدمونها لنا في امريكا هنا كابنائهم احنا الطلاب. احب اقدم التهاني والتبريكات لملكنا الله يحفظه ويخلي لنا يا رب ويديم علينا نعمه الامن والامان يا رب يا كريم. الوطن والله مهما تكلمنا لا نوفي حقه صراحه، فالانسان وطنه هو اهم شيء. الحمد لله على نعمه الامن والامان اول حاجه، الله يديمها من نعمه حاجة كويسة إن شاء الله بإذن الله نستمر فيها كل سنة إن شاء الله إحنا عايشين إن شاء الله. والله شوف هذه صراحة مناسبة حلوة أننا كل سنة نفتخر يعني بحكامنا على السعود ونحتفل باليوم الوطني، وإن شاء الله أنك هذه كل سنة يعني أيام جديدة وإن شاء الله وإحنا ما لنا إلا نقول الحمد لله على نعمة أهل السعود لأنهم فعلا هم فخرنا وهم عزنا. حاب أهن القادة على اليوم الوطني الملك سلمان بن عبد العزيز الله يحفظه وولي عهد محمد بن سلمان الله يحفظهم، وحاب أشكرهم على الجهود المبذولة في أمريكا ومساعدتهم لنا. بهن الملك سلمان وولاة الأمر بالعيد الوطني 87 لتوحيد المملكة العربية السعودية، والدي والتي وإخواني، وإن شاء الله يا رب ينصر جنودنا البواسع على الحد الجنوبي، والله يديم الأمن علينا وعلى الشعب السعودي. أرفع آيات التهاني والتبركات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله بمناسبة اليوم الوطني. سألنا الله عز وجل دوام الأمن والاستقرار للمملكة العربية السعودية. كل عام وانت بخير يا بابا سلمان. أهنأ الملك سلمان بن عبد العزيز بهذا اليوم الوطني، وأهنئ ولي عهد الأمين محمد بن سلمان بن عبد العزيز بهذا اليوم الوطني. نهنئ الأمة الإسلامية عامة بهذا اليوم، ولا ننسى بالدعاء لأخواننا المرابطين بالحد الجنوبي، والله يديم الأمن والأمان على هذا البلد. أهنئ المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا باليوم الوطني، وأتمنى إن شاء الله أنه يكون يوم سعيد عليهم مثل ما بيكون يوم سعيد علينا إن شاء الله، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل الملك سلمان وولي عهده الكريم والتسهيلات المقدمة لنا هنا في بلد الابتعاث. الله يحفظ لنا الملك سلمان ولي العهد محمد، وأهم شيء ويديم علينا الأمن والأمان يا رب، وأهم شيء أدعي لكل من يفكر أنه يسوي فتنة أو بلبلة أو يكيد للوطن إن الله يرد كيده في نحره. حنا إن شاء الله كل أيامنا يوم وطني إن شاء الله بإذن الله. أولاً أهني خادم الحرمين الشريفين وأهني الشعب السعودي كافة من صغيره إلى كبيره، من شرقه إلى غربه، من شماله إلى جنوبه. ولا ننسى في هذه المناسبة أن في هذه اللحظة الآن هناك من يدافع عن الثغر والثغور في الحد الجنوبي. نسأل الله بإذن الله العلي العظيم أن يعينهم وأن يثبتهم وأن ينصر الوطن في كل لحظاته. اليوم الوطن هذا يوم الأمن، يوم العدل، يوم نفتخر فيه ونشكر الله على الأمن والأمان. الوطن هو الحياة، هو الانتماء، هو الولاء. الوطن لو نكتب أو نقول من الوقت هذا إلى وقت طويل ما نوفي حق الوطن. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد محمد بن سلمان آل سعود والشعب السعودي كافة بمناسبة اليوم الوطني، والله يديم نعمة الأمن والأمان. كل عام مملكتنا الحبيبة بخير، كل عام ومليكنا بخير، كل عام والشعب السعودي بخير، دام عزك يا وطن. الحمد لله هناك تكاتف بين الشعب والقيادة، وما زلنا نجدد الولاء
ونجدد البيعة لخادم الحرمين الشريفين وللأسرة الحاكمة السعودية. هني مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين بمناسبة اليوم الوطني. حاب أشارك فرحتي وتبريكاتي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. حاب أوصلهم تبريكاتي وتهاني في هذا اليوم وللشعب السعودي بخصوص اليوم الوطني، وحاب أوصل لهم شكر خاص بمناسبة جهودهم المبذولة لنا خاصة كمبتعثين. أبارك الملك سلمان ولي عهده والله يحميهم وجنود البواسل. الله يحفظ الوطن بأمن وأمان إن شاء الله، والشعب السعودي أهني الشعب السعودي وخادم الحرمين الشريفين، والله يديم الأمن والأمان علينا إن شاء الله. أوجه تهنئة لخادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهذا اليوم الوطني، ينعاد على الشعب السعودي وعلى جميع الخليج بالخير والبركة. أكيد يعني هذه مشاعر فرح نحب نشاركها إحنا كطلبة خليجيين في الخارج. الله يديم علينا حكومتنا ويديم علينا الأمن والرخاء. الحمد لله من عام إلى عام ونحن في أمن وأمان واستقرار وتنمية، نسأل الله أن يديم هذه النعمة علينا وعلى كافة الشعب السعودي الكريم. الحمد لله هناك تكاتف بين الشعب والقيادة، وما زلنا نجدد الولاء ونجدد البيعة لخادم الحرمين الشريفين وللأسرة الحاكمة السعودية. نهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني، ونهنئ ولي العهد محمد بن سلمان. نحب نهنئ الملك سلمان وولي العهد وكل الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني، والله يديم الأمن والأمان على البلد. كل اللي بقول الوطن دام عزك يا وطن، والله يديمها أمن وأمان علينا. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ لنا ملكنا الملك سلمان وولي عهده الأمين، وكل عام وأنتم بخير. كل عام الوطن بخير والملك سلمان بخير وولي عهده الأمين، والشعب السعودي بكل خير إن شاء الله، ودام عزك يا وطن. أرفع أسماء التهاني والتبريكات لسيدي خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي كافة بمناسبة اليوم الوطني، ولا ننسى جنودنا البواسل الموجودين في حد الجنوبي للذود عن وطننا بإذن الله والأمة الإسلامية كاملة. نهنئ الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني. أحب أهني الشعب السعودي والملك بمناسبة اليوم الوطني، ونشكرهم بصراحة على الجهود المبذلة للطلاب المبتعثين. كل عام أنت بخير يا وطن، والله يخلينا بابا سلمان. أحب أهني مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكل عام وطننا بخير وسلامة. يوم يفتخر فيه كل مواطن سعودي من بعد ما كان في عهد الحروب وعهد التفرقة وعهد جاءنا المؤسس رحمة الله عليه الملك عبد العزيز ووحد هذه الدولة، ومن بعدها أولاده الله يغفر لهم، لحد ما وصلنا لعصرنا الحالي اللي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يحفظه الله وولي عهده محمد بن سلمان. وهني بهذه المناسبة الشعب السعودي كافة، وقبل ذلك خادم الحرمين الشريفين وولي عهده أطال الله في أعمارهم. أحبك يا ملكنا، أحبك يا وطننا، وكل عام وأنتم بخير. أقدم التهاني للملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان والشعب السعودي كافة بمناسبة اليوم الوطني.